اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك. اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه. المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن. من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس. دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا. اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي. كردستان البلد اللي حبت الناس وفتحت أبوابها، يمكن بنشوف ناس كتير من الموصل ومن العراق، لكن النهاردة بنتقابل مع واحد من سوريا. تعالوا نشوف إيه اللي حصل معاه. أهلا بيك جان. أهلا بيك. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه قربت المعارك على الحي تبعنا وما عاد في مجال يعني للحياة بحلب. فالقس واصدقائي نصحوني اني اطلع برا حلب، يعني لازم اطلع اسافر بكفي. يعني كانت الكنايس بتقول لكم اطلعوا، الكنايس بتقول اطلعوا. بس القس كصديق لي بيعرف وضعي، يعني انا في عندي وضع معين بحلب، قال لي اوكي انا صار في خطر عليك لازم تطلع. فبوقتها ما كنت عم بشتغل، يعني كان بقى يعني شيء 6 أشهر 7 أشهر بلا شغل. المكان المديريه اللي كنت انا بشتغل فيه فجروها. رحت اشتغلت بشغل ثاني، قصفوا الحي اللي انا فيه، ما ضل شغل، فبالتالي ما ضل مصاري. اما القس اعطاني 5000 ليره سوري، اخذت 5000 من ابي و5000 من صديق، صاروا 15. طلعت فيهم من حلب وما خبرت اهلي اني جاي على كردستان، قلت لهم اني جاي على لبنان. يعني كان دائما ابوي بخاف من الجاي على كردستان والخطر والامور المشاكل اللي بالعراق. وانا ما رحت على لبنان، كان في بيخطفوا باصات على الطريق. ف بيخطفوا الباصات، وقتها كان يخطفوا الباصات ويقتلوا الناس ويخطفون ويشلحون، يعني في اذى كان في طريق لبنان، كان خطر بوقتها من سنتين الحكي. جيت على كردستان، وصلت لهون بس على الطريق، يعني وصلت لكردستان على الحدود، بالحدود طلعت كملت مشي من الساتر الحدودي بين سوريا والعراق. مشيت مشي على رجلك؟ مشيت كم يوم؟ لا مو كم يوم، هي تقريبا ساعتين او ثلاثة، يعني هو مشي مستمر ساعتين بس. الحرس الحدود العراقي وقتها عمل شوية مشاكل وخلانا هيك باقيين ساعتين تحت الشمس، لاجى الضابط وحقق معنا. وكان مش لحالي، يعني كان في 50 واحد معي، نسوان كبار صغار. اساعد فلانة بحمل طفلة، اساعد واحد ثاني بحمل شنطيته، لبين ما وصلنا لاول نقطة للبشمركة وفتنا على كردستان. اخذونا على المخيم على الكم، وصل لي سنتين تقريبا هون. باول يوم ما كان في عمل شيء، ثاني نهار نزلت دورت على الشغل ما لقيت، قلت لحالي جاي وجاي خليني نشوف لي كنايسه، دور على كنايس انجيليه. دورت على كنيستي بالبدايه ما لقيت، ما موجوده بكردستان كنيسه للمعمدانيين. رحت على مكتبه الكتاب المقدس، ومن هنيك ابو جان بعثني على كنيسه هون بدهوك عم بتابع فيها من اول يوم، يعني صار لي سنتين هون ومشي الحال. يعني الوضع افضل من سوريا، لكن انا بدي اطلع من العراق كافي. امين. لكن المكان هنا امان وواخد يعني مرتاح؟ المكان طبعا بالنسبه لسوريا امان كثير. بعد ما طلعت بيوم واحد من حلب صار في هجوم من الجيش الحر على الحي تبعنا، يعني الجيش الحر وحزب العمال الكردستاني والقاعده والجيش النظامي، الكل ضربوا بعض بالحي، فصارت الصواريخ تنزل على اهلي من مثل المطر. فقاموا هربوا على المنطقه تبعنا اللي هي عفرين، هي منطقه كرديه تابعه لحلب، وبقيوا فيها سنه ومن هنيك طلعوا على تركيا. فكان عندي يعني طلعت قبل الخطر بيوم واحد بالضبط. ربنا ليه خطه لحياتك؟ خطه بس هي طلعه معجزيه لي. بالنسبه لي بالنسبه لوضعي انا، كان في كثير من الناس بيفكروا باذيتي، كثير من الجماعات اللي تفكر تصفيني. فطلعتي من حلب، وصولي الى كردستان هي اعجوبه ومعجزه حقيقه، يعني بعد صلوات وبعد خوف ودموع، ووصلت معي اني
يعني من كتر الخوف كنت قاعد عم بصلي وانا عم برجف من خوفي من المشاكل اللي صايره حوالي واللي عم بتصير معي. فوصلت لكردستان بيعجوبه. انا عماد انطون، بقيم في كردستان العراق، ادري سنتين او ثلاثه، ومتجوز ومقيم هنا. اختباري في بدايه الاحداث لما حصلت كنت شغوف ان انا اعمل حاجه للناس اللي جايين مهجرين، من كتر ما شفت الناس في الشوارع نايمه وشعرت باحتياجاتهم، الله شغلني وحط على قلبي ان انا اساعدهم باي شكل. ما كانش عندي حياه فلوس ان انا اساعدهم، وطلبت من كنيستي كمان ما كانش معاها، لكن اصريت ان انا اساعدهم. ونزلت انا ومراتي خبطنا على الشقق بتاعه المنطقه بتاعتنا، ونزلنا شحتنا منهم اللي عندهم، بدنا نخبط نقول اعملوا معروف انتونا اي شيء، اي حاجه عندكم نديها للمهجرين. اللي كان بيدينا فلوس، واللي كان بيدينا اكل، واللي كان بيدينا هدوم، واللي كان بيدينا لعب اطفال. استمرينا على كده اكتر من يوم، وطلبنا من الرب انه يرسل فلوس ويرسل للناس دي، لان كانت ظروفهم كتير صعبه. الله شاف اللي جوه قلوبنا. اللي انا عايز اقوله ان الله بينظر جوه القلب وبيتعامل معاك من خلال قلبك. شوف انت نفسك تعمل ايه للناس دي في الوقت اللي كنا بنطلب ونصلي فيه ان الله يرسل للناس مساعدات، او يستخدمنا ان احنا نلبي مساعداتهم. بعت لنا في الوقت اللي بعد ما كنا ما عندناش فلوس نشحت تقريبا اكتر من، بعت لي شخصيا اكتر من 70 او 80 الف دولار. واو. جت من حيث لا ادري. مجرد ان الله شافني نفسي انزل ونفسي اساعد وعلى قلب الناس ديت، ارسل مبالغ بشكل مش طبيعي، لدرجه ان كان بيجي عليا وقت مش عارف اوزع الحاجات اللي عندي من كتر ما هي كتيره، مش عارف. يعني انت لما بيجي لك فلوس بتعمل ايه؟ بتروح تشتري الحاجات منين؟ يعني اتذكر انا نزلت مره مكان كان فيه نزوح، كان فيه تقريبا حوالي 7 أو 8 آلاف شخص جايين على جبال سنجار ما عندهمش حاجة خالص. الرب دز واحد بيقول لي انت شنو تريد، شنو تريد تعمل؟ قلت له انا نفسي اودي بطاطين ومراتب للناس ديت. راح جاب تقريبا، رحت انا وهو في الوقت ده جبت ب$20,000 بطاطين ودواشك. بعدين صليت وقلت انا نفسي انطي لهم جواكت قماصل كمان. دز بعت الله $10,000 بشكل معجزي عشان ألبس كل واحد كم صلاة. ومن هذا الأشياء كل ما بنزل قرية الله ما بيقفش على احتياج المادي. أنا بشعر وبختبر دايما أن الله عنده كتير قوي، بس عاوز ينطي للي هو نفسه يودي. عايز أقول أن في الغد دلوقتي ناس ما عندهاش غير اللبس اللي طلعت بيه من 4 شهور، لسه ما زال في احتياج. احنا شغالين وبنعمل، لكن بنعمل يعني كأنها نقطة في بحر. يعني النزوح هنا يمكن فوق الـ2 أو 3 مليون شخص على محافظة كردست، على محافظة دهوك وزاخ وأربيل، يمكن بس في دهوك 2 مليون أو أقل من كده بحاجة بسيطة. مظبوط، ساعدنا وعملنا، وقفنا أديلي دلوقتي تقريبا 5 شهور تفرغت للشيء دوت. أنا وجروب بيتكون من 6 7 أشخاص أصحابي، عملنا جروب ننزل نساعد الناس. أكيد محتاجين دعم، وأكيد محتاجين، بس أنا أشعر نشجع الكنائس في أمريكا إنها تبعت شحنات بلبس وبطاطين. الاحتياج لمواد التدفئة واللبس والبطاطين كتير قوي، واللي الناس ما تعرفوش ان جو العراق هو اقصى جو في الشرق الاوسط. يعني بتوصل درجه البروده 10 تحت 0 و8 و7، التلج بيوصل نص متر. اتذكر السنه اللي فاتت واللي قبليها، وبالذات اللي قبليها، التلج وصل حوالي 40 أو 50 سم. تقريبا احنا ما رحناش الشغل في الوقت ده لمده 15 او 20 يوم، فما بالك اللي قاعد في خيمه والخيمه قدامها مش مرصوف، واللي نايم في هيكل او نايم في مكان ما فيهوش لا باب ولا شباك. احبائي، ادينا سامعين واحد بيخدم في وسط اللاجئين، لسه الاحتياجات موجوده. عايزين كنايس تقوم بشحن كونتينرز، كلموني ونشوف نشحن كونتينرز ازاي، وهتوصل في ايد امينة. انا شفت بعناية، وهنكون فعلا اللي بنغطي الناس دي في البرد. ودي الديانة الحقيقية عند الله والناس، اننا نهتم بالارامل واليتامى، ودول يعني فعلا دول يتامى، دول الغربة، نهتم بالغريب، دول الغربة اللي جم في بلاد يحتموا فيها. ونشكر ربنا على كردستان اللي فتح الباب وبتحمي الناس دي. في معانا واحد الرب أنقذه
من داعش. تعالوا نشوف حياته وإيه اللي ربنا عمله معاه. زي ما بقول لكم في وسط الموت، لكن هو ليه مخارج، في وسط الموت ليه مخارج. تعالوا نشوف قصته اللي ربنا عمله معاه. نعم. إيه اللي حصل؟ بالحقيقة احنا كنا في مدينة الموصل بأمان، يعني قبل مرحلة داعش كنا بأمان وظروف جيدة، يعني نمارس حياتنا طبيعية. لكن بعد ما جو داعش يعني اختلفت الأمور، كلها اختلفت تغيرت. نعم. اللي حصل يعني أنا بالواقع أنا معيل لوالدتي، والدتي 80 سنة مريضة بمرض سكري مزمن، وكان كل شهر أروح أجيب الدواء مالها يعني مال. وأخوي معوق معايا، احنا 3 بالبيت، ما عدنا أذية على الإطلاق، قاعدين ببيتنا يعني عادي، وما حجة علينا على الإطلاق نهائيا، بسلامة بأمان. يعني أنا كنت أدبر شؤون البيت المنزل فقط، يعني أطلع، وما عدنا أي ضغينة وأي شيء مع شخص معين، يعني فقط يعني لتأمين لقمة العيش من بالبيت، أنا ربي والدتي وأخويا فقط، احنا 3 أفراد ببيت. فتفاجأت أحد الأيام، يعني أنا سمعت بالقرار مادة عشان يطلعون المسيحيين أو ينطون جزية أو يسلموا. يعني أنتوا جالكم قرار اطلعوا يا مسيحيين سيبوا الموصل علشان داعش جاي؟ إيه نعم، هذا موجود. نعم الكل تعرفوا هذا الشيء موجود على الانترنت وموجود. بس انت ما انا ما سبته، كنت انا متمسك بمدينتي ومتمسك بعراقيتي ومصليتي وحب، بس اشني يعني انا ما عدنا اي، قلت انسان ما حد اذانا، ما عندنا اذيه على حد، احنا ناس بسطاء فقراء ما عدنا شيء. لكن وانا يعني عاد امن لملقمي. وثانيا والدتي مره 80 سنة مريضه، بس ما توقعتش. نعم يعني ما توقعته بالفعل. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انا تفاجأت احد الايام جاي من العمل وشفته انه مختوم البيت، ختموا على البيت. نعم نعم، عقارات الدولة الاسلامية. انا ما تفاجأت فعلا، طلعت ختموا على البيت بايه؟ ختموا لوحة عقارات الدولة الاسلامية. عقارات؟ نعم، عقارات الدولة الاسلامية. عقارات؟ نعم، يعني يعتبر انه بيتنا من ضمن الدولة الاسلامية، يعني احنا ما بيتنا صار بيتهم، هي بقى يتحكمون يعني في كل شيء. يعني هو تملكوا على البيت. بالمنطقة يعرفونه، وبالموصل أغلب الموصل يعرفونه، ناس مسالمين وفقراء. يعني أنا ما أكون، أنا بس أعمل من أجل تأمين لقمة العيش، ربي أخوي المعوق وأمي المريضة. وبعدين جيت تفاجأت وطلعت بالمنطقة أسأل يا با شو مختوم البيت، شو ما حد دق علينا، شنو المطلوب مننا، شو نحن عائلة مسكونة يعني بيت ملكنا. يعني ما 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 شفنا أحد. سألتوا بالمنطقة جارنا منطقة يابا، أنتوا شفتوا أحد ختم بيتنا من السوالف؟ قالوا ما شفنا أحد. فتفاجأنا شو الصبح، ثاني يوم الصبح، وأنا أعمل أعمال بسيطة، أعمال حرة بسيطة من أجل تأمين، أنا من أجل تأمين لقمة العيش بالبيت يعني بصراحة. اللي حصل تفاجأت الساعة 7 الصبح طبقة سيارات مسلحة بقرب الباب، سيارتين مسلحة بيكم، ونزلوا الدواعش لحى لحي والأسلحة كلها مدججين بالأسلحة يم بالباب، يخوفون. قلبي نزل برجلي، يعني خفنا، احنا ناس مسلمين ومسيحيين وما عدنا، خفنا طبعا. والدتي خفت بيا سكري، مامتك شافت وخافت. نعم. فطلب من طلعت والدتي، تفاجأنا يعني ما لحقنا نشيل الأغراض، خفنا هيقتلونا. يعني ما كنت أتصور وأتوقع، يعني أخوي معوق وأمي مرة كبيرة، وأنا فقط أتأمل لقمة العيش من أجلهم فقط، ما عدنا أي أذية على الإطلاق. يعني ما أشنو ذنبنا هي؟ فوالدتي تكلمت وياهم عن السبب، يعني أشنو السبب، أشنو تريدون. ماما اللي كلمت والدتي. نعم والدتي. نعم مريضة بالسكري معروفة بالمنطقة يعني. قالوا لا لا ما يصير. وحتى جارنا واحدة يعني ويا والدتي تكلموا أيضا، قالوا لهم لا أنتم يعني إحنا كنا نعرف بيكم أنتم، بس أخلاقكم حلوة بصراحة يعني، حكونا يعني قالوا إحنا يعني حتى الجامع قريب والمنطقة كلها زكوكم، يعني قالوا عليكم أنتم ناس كلش ناس طيبين، والدك متوفي نحن نعرف. وده ما شفعش في الأمر يعني، ده قال ما جينا عليكم من الأول، كنا نعرف بس ما جينا. لكن الساعته أشون القشة اللي قسمها الظهر البعير، قالوا الساعه بقى لا، يصيهم معانا وتأسلمون، تتركون دينكم وتأسلمون، ما لنا شغل بكم ونحن نحميكم، أم لا تطلعون. رأساً أنا قلت للوالدي خلي نشيل الأغراض ونطلع. يعني أنا ما أعرف إيش أعمل، خايف. وطلعتوا بقى بعربية ولا طلعتوا مشي ولا طلعتوا إزاي؟ بعض الجار يعني حاولوا، يعني أحد الجيران يعني كان إنسان طيب، وصلنا بسيارة، إنسان مسلم
مسلم انسان، لكن انسان كان طيب يعني، ما كلمنا احنا يعني كبيهم ناس طيبين. خدوكوا في العربي؟ خدونا وصلونا ودونا على الجراجات، وما جراجات على اساس بعدين ما قبلوا الجراجات، قالوا ما يصير عائله تطلع لي، ماكو بس طريق خط الموصل، خط موصل كركوك فقط. اللي زرعوا اكثر من 30 سيطره على 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 الخط. هم داعش اللي زرع. بالحقيقة ودونا للمحكمة، قالوا لازم تجيبون كتاب من المحكمة حتى تطلعون. هذا الواقع اللي كان نحكي. ده داعش اللي قالوا لكم تجيبوا مكان من المحكمة ولا مين اللي؟ لا احنا ردنا نطلع، ايوه داعش بلغوا لوالدتي انه نترك البيت. نعم، لكنه لما بدنا نطلع قلنا بدنا نترك البيت هذا، يعني طلبوا والدتي انه نترك ديننا. فاحنا ما متمسكين بيسوع المسيح وما نقبل انه نغيروا، هذا ديننا ومعتقدنا حتى لو مهما هذه ما نقبل. فلما رحنا على الجراجات قالوا ما نقدر نطلع اي اسره او اي طلبه الا بامر محكمه. الا بامر محكمه. طب وهتروحوا فين بمنطق واخوك المعاق؟ نعم معاق. فاضطرينا رحنا للمحكمه. رحنا في سبيل اشنو؟ انه قالوا يزوتوكم كتاب حتى تطلعوا، والا ليش؟ لانه اللي تكلموا ويا والدتي قالوا لك خلال يومين تنقتلون. قالوا لها يعني لو ما طلعوش خلال يومين هتموتوا. نعم بكل صدق وبكل امانه قالوا لا لازم تطلعون. وبعدين عملت ايه؟ او اذا تسلمون تطوفون البيت. وبعدين انجبرنا على المحكمه على مود يزودونا بكتاب تنطلع. ودوكم الكتاب؟ بقينا هناك اربع ساعات تقريبا، ثلاث ساعات اربع ساعات. ماكو يعني محكمه كبيره ودواعش كلها قاعدين على ميوز وكذا. والحقيقه يعني انا انتظرت والدتي فاتت، وبعدين طلع واحد معاها داعشي قال وين اولادها؟ حاولوا يقنعون والدتي بالدخول للإسلام وكذا وكذا. أمي والدتي تاني في المحكمة؟ نعم والدتي ما قبلت. ثم بعدين أنا وأخويا أيضا فتنا ويا والدتي بقت برا، نحن دخلنا حاولوا أنه يضغطون علينا بشكل أو بآخر. بشكل أو بآخر. نعم قالوا يعني نحن أنتم عنشوفكم مساكين وخوش ناس وفقراء، منكم ليش تروحون تترزلون وتتبهدلون بالمناطق ويسب تطيطون تروحون؟ احنا وني دولة وصغنا وكذا، ليش ما تدخلون الاسلام؟ وسألني انا يعني قال لي امه الافضل تدخل النار لو تدخل الجنة بعد مماتك. قلت له احنا متمسكين بديننا يا اخي، هذا عادات وعرف اجتماعي وتقاليد، واحنا نحب المسيح وكل من على دينه، احنا ما لنا اذية على حد، اشنو المطلوب مننا احنا؟ حاول. بعدين دفعني حقيقة، دفعني الشك الدفعة، رجعت لي خبطت يعني. نعم نعم رجعني. نعم وبعدين دفعني قلم جماعته تعالوا ثلاثي اربع، احنا خفنا، انا قلبي برجلي يعني، احنا ناس مسلمين ما ندخل اكد معاكم. عمرك كم سنه نفسك؟ انا مواليد 63، 50 سنه. 50 سنه. نعم والدتي 80 واخويا 45 مع مريض. وبعدين طلعتوا ازاي؟ جيتوا البلاد دي ازاي؟ المهم العفو يعني احنا لما قال لي انا احنا هنتوسل بيك على مود انتم مساكين وفقراء تصيرون معنا اسلام، ونحن نحميكم ونداريكم ونحن نساعدكم. وانت رفضت؟ احنا رفضنا بالطبع، هذا شيء لا يختلف عليه، ما اختلف عليه بالطبع. احنا شهدنا الى المسيح ربنا والهنا، احنا ناس احنا ما كنا سوينا اي خطا على الاطلاق، بشهود يعني بشهود المنطقه ومدينه الموصل، انا ابائي واجدادي ارث، احنا الاف السنين احنا بنينا البيت ويعرفون اخلاقنا وتصرفنا ويا العالم، متزنين عقلنا كبير حب الناس. فبعدين زودونا بكتاب، رجع قال لهم هو هذا الداعشي، قال لهم زودتوه بكتاب العفو بكتاب ورموهم خارج الولايه، على اساس انه الموصل اصبحت ولايه يعني صاروا هم اللي يملكوا، هم اللي يحكم، هم ناس غربه ونحن اهل الاصل، احنا الاف السنين احنا مدينه الموصل ابا عن جد بنينا الموصل على اكتافنا. وبعدين حصل ايه؟ وحصل زودونا بالكتاب، انجبرنا يعني انه انا ووالدتي وما اخذنا فلوس وبعض الاي ولا اخذت حاجه من البيت. ما اخذنا اشياء، فقط مبلغ بسيط 200. ركبت عربيه؟ نعم ركبنا عربيه فطلعنا على خط الموصل كركوك، وانا معاي مره عمرها 80 سنه مريضه وشايله علاقه الدواء انسولين اوبر، ابكي ما اعرف ايش اعمل، عفنا اغراضنا، عفنا اثاثنا، عبنا بيوتنا، شقى جدي وشقى ابوي وشقى امامنا، تركنا ومشيتوا بقى؟ مشينا وصلنا كركوك. وصلتوا كركوك؟ نعم قبل كركوك. يعني ده على المشي على رجليكم؟ لا ركبنا بالسياره من الموصل. ركبتوا بالسياره؟ نعم عمو. فجينا وصلنا للحدود مال كركوك، لان هي فقط طريق واحد فقط. وزرعوه بالسيطرات.
يعني بعدين طلعتوا من كركوك؟ وصلنا يوم كركوك، وبالتالي وصلونا بيشمرق ما عرف ايش بسياره، ودونا عرفوا احنا مسيحيين، قالوا انتوا ليش تبدلون وتروحون؟ احنا ما نعرف نروح فنادق نعيش او شيء اخر، فقالوا انتم ليش ما نوديكم على الكنيسه؟ كانت فكره كلش لطيفه انه كنيسه فعلا جينا يم الرب، فجون زدتونا يم الكنيسه. دموعك غالية قوي، دموعك غالية قوي، لو دموعك نازلة زي النار على قلبي. يسوع حاسس بيك وبيقولك ده كله عشاني، كله علشاني. شكرا شكرا، شكرا المسيح. احنا دخلنا بالكنيسة بقينا أربعة أيام، بقينا بالكنيسة أربعة أيام بشكل مؤقت، ومن ثم طلعنا من أنا أحمل، طلعت إبرة الأنسولين قدامك ومركز شرطة وناس طلعتهم، كنت نصام وعد الأبوة، والدتي تضرب أبر بالليل والصبح، طلعت الأبرة هيك قدامهم، زرقت الأبرة برجلها، ما تقدر تتوفى إذا ما تضرب أبر، تتوفى مرتين طبعا. جرعتين، لأن أنا عندي تقرير مال الأمراض المزمنة مال والدتي وأنا المعيل مالها، ماكو أحد. وأنت اللي اديت لها الحقن؟ أنا طعيته الحقن بالليل والصبح جرعة. اللي بيكرم أبوه وأمه ربنا يباركه ليك بركة. فتحملنا وجينا مع عن طريق كركوك الى دهوك، يعني انا بقينا هنا انا شقه مؤقته يعني اخواتي، وبقيت انا واخوي ووالدي. يا رب يسوع، وما اعرف اشنو ذنب اللي اقترفناه، يعني اشنو الذنب، اي مره 80 سنه واخويا معوق، اشنو الخطا ارتكبنا؟ المسيح علشان انت مسيحي ومختار، انت ليك أجر كبير قوي، يسوع بيحبك قوي. الكتاب بيتكلم على اللي بيتحملوا الاضطهاد من أجل اسم المسيح، ليكم بركة، ليكم بركة خاصة، ليكم بركة خاصة. أحضن مامتك وقول لها لينا بركة خاصة لأننا اضطهدنا من أجل اسم المسيح. يسوع يشفي جروحك، أنت ليك 20 يوم بس طالع، يسوع يشفي جروحك وروح مامتك اللي عمرها 80 سنة، وجروح اخوك المعاق اللي حاسس انه لا قوه ولا حول ولا قوه لي، لكن الهكم هو اللي حافظ عليكم وطلعكم، وهو اللي هياخد باله منكم لغايه اخر يوم في عمرنا. أمين. هو عينه علينا واخد باله مننا. أمين. لا يتركك ولا يهملك الهك اللي انت اضطهدت من اجله. اتاكد من كده، يسوع يشفيك، وانا هخلي الناس تصلي لك وتصلي لمامتك، ربنا يشفي جروحك ويشفي قلبك المكسور اسم يسوع. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بصلي لاخويا، بصلي انك تلمس قلبه المكسور، تعال على قلبه المكسور يا رب، قول له انك خليه يشوفك في احلام وانت بتقول له انك راضي عليه، هو راضي عليك، هو بيقول لك انت محبوب جدا، وانا ما سبتكش ولا اهملتك، انت اللي بتعول امك وليك وعد بالبركه، لانك بتعول امك واخوك الضعيف، انت ليك بركه، انا هشفيك، انا كل جرح في قلبك انا هداويه. امين. باسم الرب يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح. امين. احبائي، زي ما قلت لكم، في الأرض اللي فيها موت وهلاك فيها انتصار والرب بيتمشى. هحكي لكم حكاية النهاردة وأقدم لكم لصاحبة القصة دي. أهلا بيكي، اسمك؟ أهلا بيكي، أنا اسمي منار، منار مانويل. من كنيسة إيه؟ أنا من كنيسة نهضة القداسة في دهوك، وبشتغل في منظمة، يعني بشتغل طبيعة شغلي دعم نفسي واجتماعي مع المهجرين في المخيمات. فمن تقريبا شهر، قبل شهر أو يمكن أكثر كمان، رحنا في مكان اسمه زاخو قريب من محافظة دهوك، فدخلنا عند عائلة، هم طبعا ساكنين في هيكل يعني مش مكمل بناء، فالبيتهم كله بس يعني ستات يعني نسوان، وبس بيبكوا كتير، قالوا كل رجالتنا واخدينهم يعني داعش واخدهم، كل رجالتهم اللي في البيت.
فالستات عمالين بس يبكوا، لا بياكلوا ولا بيناموا، مع العلم عندهم اطفال كثير. فمن كتر ما الوضع كان صعب ما قدرتش يعني اعمل اي شيء، يعني ما قدرتش اني اواسيهم بحاجه. فبعدين مع انه ممنوع يعني في شغلي اني احكي عن يسوع، احكي اي حاجه يعني في الدين، دخلت معهم كده في مكان، قلت لهم كانوا يعني اثنين ستات، قلت لهم انتم تعرفوا يسوع اللي هو عيسى، عيسى ابن مريم؟ فقالوا لي لا ما بنعرفوش. قلت لهم ما سمعتوش عنه خالص، هو بيعمل معجزات وبيحرر الأسرى وبيشفي وبيعمل كتير وبيقوم الأموات. فقالوا يعني شوية بس ما بنعرفوش. فقلت لهم أني تقبلوا أني أصلي معاكم، الكلام ده ملوش علاقة في شغلي في المنظمة، لكن أنا لأني حبيتكم كتير عايزة أعرفكم بالشخص ده وأصلي معاكم لو أنتوا بتقبلوا عشان أجواسكم يرجعوا. وهم كانوا ميأسين يعني من الوضع، يعني قالوا خلاص يعني اللي بيتمسك بإيد داعش خلاص يعني ما بيرجعش. فقالوا لي معلش عادي يعني صلي معنا. فصليت معهم وبعدين قلت لهم أني هستمر يعني أني أدعي، بس أنه يكونوا أنتوا تؤمنوا يعني بيسوع عشان يتحرروا ويرجعوا. فوانا بصلي هم طبيعي يعني قعدوا يبكوا، وبعدين ورا فتره شفتهم تاني فقالوا لي يعني لسه ما رجعوش، ما فيش اي خبر. بعد يومين كده وانا راجعه من الشغل في التاكسي اتصل بي رقم غريب، قال لي انت منار؟ قلت له ايوه. قال لي انت كنتي قاعده مع اهلي ومصليه معاهم وقلت لهم انا هستمر في الدعاء؟ وانا الشخص ده انا رجعت، انا امبارح رجعت. وكان هو فرحان كتير وانا كمان يعني كتير كتير فرحت، وقعد يشكرني. قلت له ما تشكرنيش، اشكر الله واشكر عيسى هو اللي طلعك. من الكنيسة الإنجيلية الحرة في دهوك في العراق، بختم لكم برنامج المرأة الفاضلة. وزي ما احنا دايما عارفين وبننهي البرنامج بجملة مهمة قوي، أنا علي الاختيار وإنت عليك التغيير. طب إيه اللي تعلمناه النهاردة؟ إننا نختاره، إننا نتكلم كلام الرب ونعلنه، وإننا ما نخافش إننا ندخل في وسط المجتمع ونكلم المجتمع. شفنا اختبار قوي جدا، وفي وسط الاختبار عرفنا اننا ما نخافش نصلي للناس. الكنيسة دي محطوطة في وسط المجتمع عشان بتختار انها تتكلم عن يسوع المسيح وتوري في وسط الحرب والدمار ان يسوع يقدر يرجع التايه ويرجع اللي خده داعش ويرجع اي واحد حياته انتهت، لكن الرب قادر. قولوا معايا في نهاية البرنامج أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. في كل مجال فتبارك بيته وتبارك